السلام عليكم. من المطامع الدنيوية المشروعة للمؤمن أن ينال سمعة طيبة وذكرا حسنا في الناس، كما قال سبحانه على لسان إبراهيم في دعائه: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. والمعنى أن يجعل ألسنة الناس تذكرني بالخير إلى قيام الساعة. وهنا الإنسان يتشوف إلى السمعة الطيبة والذكر الحسن عند أولياء الله جل وعلا، أولياء الرحمن، مو عند المنافقين ولا عند أولياء الطاغوت، فهو لن يرضوا عنك ما دمت على الطريق الذي يريده الله سبحانه وتعالى. فالمعنى مكانتك عند الله جل وعلا بإخلاص النية، ومكانتك عند الصالحين من خلقه بأخلاقك الحسنة وبتعاملك الطيب معهم. وهذا المطمع مشروع كما دعا بذلك إبراهيم عليه السلام. طريقا من أخذ بهما رزق محبة الله جل وعلا ورزق سمعة طيبة عند الخلق. الأول الإيمان والعمل الصالح فيما بينك وبين الله، قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي سيجعل لهم محبة في قلوب الخلق. الطريق الثاني الذي ترزق به السمعة الطيبة والمودة في قلوب الناس الأخلاق الحسنة، ومنها استغناؤك عما في أيديهم. ينقص قدرك عند الناس بقدر حاجتك لهم. وجاء عند ابن ماجه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، دلني على عمل إن أنا عملته وأحبني فيه الله وأحبني فيه الناس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس.